السلام عليكم. بالنسبة لتطبيق سكيب ادز كتكتبو هكا سكيب ادز هاهو وكديرو هكا كديرو ليه تثبيت حتى كديري سارجيه كديرو فتح هكا كطلع لكم هكا واش موافق باش يخدم التليفون ديالك كدير موافق هاهو كتدخل هنايا باش دير ليه مؤكد ليه السماح يخدم التليفون هاهو كيما كتشوفو هاهو السمية ديالو هنايا لتحت كندير سكيب ادز هكا كندير له هكا ها هو خدام دابا كندير ها هو كيطلع لي هنا واش يعني موافق ولا هكا ندير موافق ها هو دابا خدام كما كتشوفوا ملي كتكون هنايا زرقاء راه خدام ملي كندير هكا راه مطفي عاوتاني الا بغيت نخدمه غندير هكا ها هو من بعد دابا غندخلوا اليوتيوب دابا حنايا غندخلوا اليوتيوب ها هي ملي كندخلوا اليوتيوب دابا غندخل لاي فيديو هاو دابا ملي دخلت اليوتيوب غير دخلت طلع لي هذا غندير اعدادات هاو امكانيه الوصول لهداك الفيديو كيطلع لكم هكا الاعلان ياك هاو دابا داك التطبيق كيدير تخطي بوحديتو لا دابا ما غاديش نقيسو شفتو دابا هو دا اللي تخطي هيداك بوحديتو ما طلعش لي اعلان تاني ولا بقى لمده 3 دقائق ولا 4 دقائق حيت كاينين اعلانات كبارين